مظاهرات عمت شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم. المحتجون رددوا شعارات الكل يرغب في تصوير الشرطة وسنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم، كما ارتدى الكثير منهم السترات الصفراء، بينما وقف رجال شرطة تسلحوا بعتاد مكافحة الشغب في حالة تأهب حول الميدان. مؤيدو مشروع القانون قالوا إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة. هذا ضوء أخضر لعناصر الشرطة لمنع الصحفيين من القيام بعملهم، حيث تقوم الشرطة باعتبار الصحفيين كالمتظاهرين وتعاملهم بالمثل، حيث تقوم بدفعهم إلى الخلف وإيقافهم واعتقالهم. ضباط الشرطة هم ضحايا للعنف، نعم، ولكن الشرطة تمثل الجمهورية الفرنسية، لذلك نرى أن هذا القانون يساعدهم على الإفلات من العقاب، وهذا أمر خطير للغاية. وحدد مشروع القانون عقوبات لمنتهكيه تتمثل في السجن لمدة قد تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45,000 يورو. ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مارسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت إتيان.